سوف يجعل الأمريكيين محفوفين بالمخاطر، وديمقراطيون دعموا قانونا سوف يهدد الحدود من خلال إبطال حالة الطوارئ، وهي بالفعل حالة طوارئ. وبالتالي لكي ندافع عن سلامة وأمن الأمريكيين سوف أوقع على مرسوم لنقض هذا القرار المتهور، وأريد أن أشكر الجمهوريين المميزين أعضاء مجلس الشيوخ الذين اصطفوا إلى جانبنا وإلى جانب خفر الحدود، وهم قاموا بما يجب القيام به لأمن بلادنا، وهم شجعان، وأنا طبعا يروق لذلك. وهنالك بطبيعة الحال هذا القرار الذي ينافي الواقع، إنها حالة طوارئ تهدد الأمن القومي. أكثر من 76 ألف مهاجر غير شرعي وصل إلى حدودنا في الشهر الماضي، والناس طبعا يكرهون كلمة غزو، هي بالفعل غزو للمخدرات والبشر. نحن لا نعرفهم ولكننا نعتقلهم، لأن خفر الحدود يلعبون دورا أساسيا. وبطبيعة الحال بلغ السيل الزبا، وما حاول أن يقوم به خفر الحدود أمر مميز. وأريد أن أشكر الجيش أيضا، أن الجيش انهمك في هذا المقام، وهم يبنون الجدار في بعض الأحيان نحو مؤقت، وهي أفضل من الجدار الأبدي. وبالتالي لا يمكن أن نبقي على هؤلاء الذين نعتقلهم. ونحن وصلنا إلى مرحلة نقول فيها إن هنالك قرارات مروعة من قبل أولئك الذين هم بعيدون عن الواقع، لا يمكننا أن نفعل شيئا إزاء ذلك. لقد بلغ السيل الزبا، وبالتالي قدراتنا محدودة، ويتعين إطلاق السراحم، ولكن لا يمكننا إطلاق السراحم، لأننا عندما نطلق سراحهم فإنهم يتسللوا إلى مجتمعاتنا ويصبحوا مجرمين في الكثير من الأحوال. وفي بعض الأحوال هنالك قتلة، وهناك مجرمين يتسللون، ولن نسمح لذلك أن يحصل. هنالك بطبيعة الحال 2000% خلال العقد الماضي زيادة في تقديم طلبات اللجوء، لأننا نبلي بلاءً حسناً اقتصادياً، وبالتالي فإن الناس يأتون بالمئات، وهنالك منظمات تهريب تحصل على أموال مهولة كما لم نهى ذلك في السابق. إن منظومة الهجرة بطبيعة الحال أصيبت بالتخمة، ولا يمكننا أن نقوم بالمزيد. يتعين علينا أن نقوم بمهمتنا على نحو حسن، ولكن نصل إلى مرحلة مفادها أنه إذا ما استطاع الديمقراطيون أن يتحدثوا ويتوافقوا معنا، فيمكننا بطبيعة الحال أن نغير من منظومة اللجوء، ويمكن أن نغير ما يعرف باليانصيب المرتبط بالتأشيرات، وأيضا منظومة ما يسمى بإلقاء القبض وإطلاق السراح. هؤلاء بطبيعة الحال يجب أن يتغيروا. وهنالك بطبيعة الحال نساء يعتدى عليهن، وإن هنالك 70 ألف أمريكي يقتلون بسبب الأدوية، أدوية الميثامين والفنتانول والهيروين. هناك 70 ألف، و70 ألف هو رقم بطبيعة الحال يجب أن نتحدث عنه. وبالتالي فإن هنالك أدوية مرعبة، وهنالك عصابات، وهنالك أسلحة تتدفق من خلال الحدود الجنوبية، وهذا يجب أن ينتهي. آلاف وآلاف من أفراد عصابة الـ MS-13 وعصابة أخرى، وهم يعيثون في الأرض فسادا، ولكن يتسللون في بعض الأحيان من خلال مناطق ليس فيها جدار، هم يدخلون ويقومون بالكثير من الأضرار، ولكن بطبيعة الحال نحن سنعتقل الآلاف منهم. إن حالة الطوارئ التي أعلنت عنها فوضت من قبل الكونغرس وفقا لعام 1976 قانون
حالة الطوارئ الوطنية، وبطبيعة الحال هذه حالة طوارئ تفوق حالة الطوارئ السابقة، وهذا تماشى مع القانون والأطر الشرعية التي صممها أجدادنا. اليوم أنقض هذا القرار، قرار الكونغرس. الكونغرس يمكنه أن يمرر هذا القرار، ولدي واجب مفاده أنني سأنقضه، سأستخدم النقد الفيتو ضده، وأنا فخور بذلك، والكثير من الجمهوريين معي، وأنا بطبيعة الحال أشعر بالفخر أيضا للجمهوريين في الكونغرس لأنهم صوتوا لصالح أمن حدودنا. منذ عام 1976 هناك 59 حال الطوارئ لحماية حدودنا، ولكن الكونغرس لم ينهي أي حالة طارئة سابقة، ولكن نحن يتعين علينا أن ينتبه القلق إزاء أراضينا. لذلك نقول أمريكا أولا، أمريكا أول، لا يتعين أن ينتبه القلق إزاء الأراضي الأخرى. إن الكونغرس يريد أن يبطل وأراد أن يبطل حالة الطوارئ، ولكن هناك حالة طوارئ وحيدة يريد أن ينقضها الكونغرس بخلاف حالات الطوارئ السابقة. ولكن الآن نحن ينضم إلينا ضباط ومأموري شرطة وغيرهم من وكالة إنفاذ القانون، وبطبيعة الحال لدينا ماري مندوزي وكين تيري أصدقائي، ولورا وولكنسون، سابين دوردن، وستيف رومبك. وأريد أن أطلب من ستيف أن أتحدث ببضع كلمات وبعض كلمات أخرى على لسان الأشخاص الذين يقفون خلفي. هذا الأمر مهم للغاية، كما قلت أنا انتخبت من قبل مجموعة من الأمريكيين العظماء، ملايين وملايين من الناس، لأنهم أرادوا أمن بلادنا، وهذا ما نريده. أريد أن أطلب من الوزير نيلسون يتحدث ببضع كلمات، ومن ثم المدعي العام بيل بون، ومن ثم الأشخاص الذين يقفون خلفي، ومن ثم سوف نوقع على شيء سوف يوفر لنا الأمن على حدودنا. الوزير تفضل. الوزيرة تفضل. أريد أن أشكرك وأشكر نائبك لدعمكما المستمر لوكالة إنفاذ القانون، الرجال والنساء العاملين، وبطبيعة الحال هذه حالة طوارئ لا شك في ذلك. وكما تعرف إن هنالك تدفق للمهاجرين، وبالتالي فإن هنالك بطبيعة الحال أزمة إنسانية، بالإضافة إلى الشق الأمني الذي تحدث عنه في مداخلتك. لذلك يتعين علينا أن نتأكد ممن يأتي إلى حدودنا، وبطبيعة الحال أريد مرة أخرى أن أطلب من الكونغرس أن يلقي الضوء على ما ذكرنا. لقد وفرنا لكم الوقائع، النظام يتعطل، هنالك أزمة إنسانية، وهنالك حالة طارئة، وبالتالي فخامة الرئيس أشكرك على قيادتك ودعمك الرائع. فخامة الرئيس، طبعا إن إعلانك عن حالة الطوارئ في الحدود الجنوبية تم التفويض فيه من خلال الاعتماد على القانون. كما قال نائب الرئيس أيضا إن قانون حالة الطوارئ يوجه للرئيس تفويضا بتحديد الحالة الطارئة والاستجابة لها، وبالتالي فإن الأزمة الإنسانية والأمنية على حدودنا بالطبع هي تشكل حالة طوارئ يسمح للرؤساء أن يتصدوا لها وفقا لقانون الطوارئ الوطني. وكما قلت خلال الأربع سنوات الماضية كان ثمة 59 حالة طارئة كانت تنظر في بوروندي وبيلاروسيا وسيراليون وقضايا سياسية أخرى خارج البلاد. أما الأزمة التي نعاني منها فهي على حدودنا وتقود مجرى الأمريكيين. لذلك من وجهة نظر قانونية ما قمت به هو راسخ في القانون، ومن وجهة نظر حماية الأمريكيين أمر يشكل أولوية. شكرا جزيلا لدفاعك وأنت دفعت عن القضية على نحو حسن، وأشكرك مايك. شكرا
فخامة الرئيس. طبعا أنا فخور تماما بوقوفي معكم أكثر من أي وقت مضى. أنا فخور بوجود وكالة إنفاذ القانون. لدينا أزمة على حدودنا الجنوبية، والحقيقة هي أنا الأزمة مرتبطة بالمهاجرين وعناصر إجرامية وأيضا المخدرات والجرعة الزائدة تشكل رأس سلم أولوياتنا، لأنها مسببة للوفيات أكثر من غيرها لأولئك الذين ما دون 55 سنة. هنالك أزمة، وهذا يبرر الإعلان عن حالة الطوارئ، لأن هذا يؤثر على جميع الأمريكيين. واليوم السيد الرئيس، بدعمك القوي لوكالة إنفاذ القانون وخفر الحدود والأمن الداخلي، وأنا أعرف شغفك لهؤلاء الحراس الملائكة، لأنك سوف تنقض هذا التشريع من خلال الحصول على الموارد الصحيحة لبناء الجدار وأمن حدودنا. وأنا أعلم أنني أتحدث بالنيابة عن الذين يقفون معي هنا. أشكرك على تحويل الكلام إلى واقع. شكرا. فخامة الرئيس، شكرا جزيلا لك لهذا الفيتو الضروري جدا لدعم الأمن العام في هذه البلاد. العاملين في وكالة إنفاذ القانون والرجال والنساء في بلادنا ممتنون لك، لأننا انتظرنا هذا طويلا، ونرفع قبعاتنا لك، ويطيب لنا وجودنا هنا، نتشرف بوجودنا هنا. ونحن طبعا نكافح تهريب المخدرات في كل يوم في بلادنا وفي عملنا وفي مهنتنا. الأمر مرتبط بعدم أمن أو أمان الحدود، لذلك نشكرك على هذا القرار. شكرا. شكرا لك. فخامة الرئيس، أريد أن أشكرك شكرا جما، وأنت تعلم أن هنالك رجال ونساء وكالة إنفاذ القانون في الخنادق ويكافحون دائما وأبدا في معارك طاحنة. 68% من المخدرات تستهلك هنا وتأتي عن طريق الحدود. هذه ليست حرب دعائية، ولكن لدينا مشكلة أساسية على الحدود الجنوبية، وأمريكا يجب أن تقف مع الرئيس 100%. الأمريكيون يدعمونه، ونحن ندعمك لما قمت به اليوم. هذا طبعا غير مسبوق لأي رئيس لكي يقوم بما قمت به. نحن نثني ما قمت به، وأنا أحييك. ابني قتل في عام 2014 من خلال مجرم أجنبي، وهو كان في ميسا أريزونا، كان ضابط الشرطة. وبطبيعة الحال الأسر تتحدث عن هذه القصص، ليس لأننا نريد أن نكشف النقاب عن الأزمة، ولكن نريد أن نقول أن قلوبنا تنفطر، وما يحصل على حدودنا الجنوبية وما يحصل لمواطنيكم يجب أن لا يحصل. وهنالك مشكلة ويجب الوقاية منها، وهذه حالة طارئة. أريد أن أشكرك على إيفائك بوعدك. أنا طبعا أشد على يدي الآخرين، شكرا لهذا الدعم. هذا أمر لم نتعود عليه في السنوات السابقة. هذا الأمر غير مرتبط بالهجرة، مرتبط بتهريب المخدرات و الاتجار بالبشر. إذا ما كنتم تهتمون بحقوق الإنسان، فيجب عليكم أن تهتموا بأمن الحدود. البشر انتهكت حقوقهم في ذلك الحدود كل يوم. وأنا طبعا أتحدث عن نيابة عن زملائي، وأقول يتعين على رجال ونساء الكونغرس أن يأتوا إلى الحدود لكي يروا بأم أعينهم الأزمة تتكشف. نحن نتعامل مع هذه الأزمة، ونحن مع زملائنا في FBI وزملائنا الآخرين نكافح في كل يوم. أشكركم.
سيد الرئيس، أنا كنت مأمور شرطة ل 21 سنة، وكنت أتصدى لهذه الأمور ل 21 سنة. لم يصغي أحد، ولكنك أنت الرئيس الوحيد الذي اتخذ هذه الإجراءات، وأنت وفرت لنا الثقة ووفرت للأمريكيين الحماية من خلال التوقيع على هذا اليوم. هذا يعني الكثير لنا في وكالة إفادة القانون. الأهم من ذلك أنه عندما يقول الناس أن هذا مدبر ومشاكل هذا، كلا، في مقاطعتي مدينة واحدة كمعدل، لدينا طبعا مستشفى في ماساتشوستس 15 إلى 20 شخص في كل يوم يأتون ويأتون من خلال مشكلة الجرعة الزائدة من المخدرات. إذن أنت الأمريكيون وراءك ونحن وراءك، وبارك الله فيك لهذا الفعل. توماس، أريد أن أقول لك وأقول للعامة، هذا يمكن أن يحصل لأي شخص منا، لأن لدي قصة. كنت مع الشرطة أعمل في مكافحة العصابات والمخدرات ل 22 سنة، وابني بطبعه كان لديه مشاكل صحية ومشاكل اكتئاب، وكان يتعاطى الماريخوانا، واعتقل عندما كان من العمر 18 سنة. وبعد ذلك عندما أصبح 18 سنة خرج من المنزل لأنه كان يعلم أن أباه لديه قوانين. اجتمع مع أشخاص وحصل على وظيفة، وكان قد أصيب وقطع 4 أصابع وحصل على الأوبيويد، حصل على الأفيون. وبعد ذلك أتى إلي ولأول مرة وقال أنني أريد أن تساعدني لأني مدمن على المخدرات. ذهبنا به إلى مركز لإعادة التأهيل، وبعد ذلك كانت الأمور جيدة لثلاثة أشهر، ولكن لم يتحمل العبء وحصل على الهيروين وفينتانول ومات في 13 من ديسمبر في عام 2017. لذلك أقول نسبة لوصمة العار المرتبطة بالمخدرات، هذا أعتقد أن هذا لم يحصل لي. طبعا أبي كان رجلا متدينا، وأختي طبيبة، وأخي في وكالة إفادة القانون. لا يدخن أحد في عائلتنا، ولم يحصل معنا أي مشكلة، ولكن حصل ذلك مع ابني لأنه كان مدمنا. وبالتالي فإن أي شيء تقوم به لكي تساعد أسرنا والأسر الشبيهة نثمنه تماما. شكرا لك. هذه الخطوة الأولى التي سنجابه فيها أزمة الهيروين، سوف نتخذ تدابير. أنا طبعا في كامب ديفيد، وأنا مأمور الشرطة هناك، وأنا متأكد أن ما تقوم به اليوم مهم جدا لجميع المقاطعة في أمريكا. شكرا جزيلا لك. Oh, Trump's not going to win. You said Trump was going to win, and I said, and they will not have died in vain, right? And that's true. I say it today with even more meaning. It was a big step. نحن نبني الكثير من أجزاء الجدار. طبعا تلك الحواجز كانت حواجز ورقية إذا بصح التعبير، وقد نحيناها جانبا ووضعنا أقساما من جدار يبلغ طوله 18
قدما 18 قدما وهي تبنى في الأماكن المخصصة وتقوم بالمهمة. As we did San Diego, you know, California is very interesting because they keep talking to California. We don't want wall. California تقول أن لا تريد الجدار ولكن هناك شخص يريد أن يدمره ولكن سوف ترى ما سيحصل. تيوانا على سبيل المثال إذا ما هدمت الجدار فسوف ترى ما سيحصل. فسوف يأتي هناك آلاف من الناس في تيوانا يريدون أن يدخلوا ولكن لا يستطيعون. إذا بينما نبني الجدار يصبح الأمر أفضل وهناك نقاط يمكن سيطرة عليها من قبل وكالة إنفاذ القانون. إذا هذا الجدار هو أفضل من الجدار الذي كنتم تعرفون وهذا الجدار هو مبنى جميل صلب يمكن بناؤه بتكلفة أقل taking people out of the country that nobody wants to talk to. Even some of the sheriffs say, you know, if you can get ICE to do it, you don't mind if they do it. Right, Sheriff? As tough as you are, these are tough people, and they're great people. These are people that the ICE folks that take such abuse from Democrats and some others, they love our country as much as anybody. يحبون بلادنا وكما يحبها الجميع. لذلك نحن نبني الجدار وسنهتم بمواطنينا. وهناك نقاط دخول. هناك معدات للكشف عن المخدرات والكشف عما هو في داخل عجلات السيارة وما شكل ذلك. بالإضافة إلى ذلك هنالك كلاب صدق أو لا تصدق نعم لا شيء يعوض الكلب الجيد وهذا صحيح. إذن رأيت الشرطة السرية ورأيت الجيرمان شيبرد وهي